برضو استكمالا لسلسله النجاحات المصريه في تنظيم مصر واستضافتها لكثير من فعاليات البطولات الرياضيه العالميه المختلفه، المفروض ان شاء الله ان الشهر الجاي هيبقى في بطوله هتتنظم في العاصمه الاداريه الجديده، وهي بطوله دوليه هي كمان. احنا ان شاء الله طبعا نقدر نقول انه عام 2021 على الرغم من وجود جائحه كورونا التي اجتاحت العالم اجمع، الا ان مصر استطعنا استضافه كاس العالم في اخر فبراير اول مارس، استضفنا في شهر 6 البطوله العربيه، ثم الحدث الاكبر اللي هو بطوله العالم للرماح على الباقه المروحيه بالمدينه الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده. الحدث ده يعتبر الاكبر على مستوى العالم بالنسبه للبطولات، لانه جميع دول العالم ما زالت حتى الان في حاله انغلاق تام سواء دخول او خروج من البلاد. احنا ان شاء الله هنستضيف هذا الحدث، ميدان الرمايه هو الاكبر على مستوى العالم، مخطط له ان هو يكون من الافضل، وهو فعلا الافضل، في دعم قوي جدا من وزاره الدفاع بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه من الناحيه الفنيه، والاتحاد المصري للرمايه هو الجهه المنوطه بالنواحي الفنيه للاعبين والميادين. ولكن نقدر نقول انه وزاره الدفاع أنجزت الهرم الرابع على مستوى العالم في الرماية بتواجد هذا المنشأ الذي يعتبر الأكبر على مستوى العالم.